يقول ما حكم لبس الدبلة للرجل عند الخدمة ما يجوز لبس الدبلة وأنا أجبت على ذلك كثيرا فيها محاذير ثلاثة بأنه لبس الدبلة أصالة في تشبه بالكفرة لا غير معروف عند المسلمين في هذا الباب انه يخطب امراه فيلبس الدبل هذا تشبه بالكفره قد قال وسلم من تشبه بقوم فهو منهم آه ليس منا من تشبه بغيرنا والامر الثاني بانه يعتقد يعتقد بانها تمس عرقا العرق يسير الى القلب فايه فيجعل المحبه والود بينه بين الاثنين وهذا من التولة والترائم والتمائم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان التولة والتمائم والطيره شرك الثالث انه في اعتقاد هؤلاء اهل الكفر يقولون باسم كذا باسم كذا الثلاثه في واحد ويضع آه الخاتم فلا يجوز هذا من المحاذير الثلاثه